تحياتي لكل مشاهدين برنامج كرة. اليوم راح استعرض وياكم اجمل 3 اهداف. طبعا اول هدف لي في مرمى ايران من ضربه ركنيه وحولتها براسي الى هدف. كرة تلعب عالية خطيرة رأسية، الله الله، افرح يا عراق افرح. علاء عباس وضع العراق فوق الراس، حان موعد العراق حسب التوقيت المحلي للعراقيين. الهدف الثاني ضد نادي النصر. كرة بعيدة تماما وسع ضوء خطيرة، هنا محاولة المرور عن طريق جول. هدف أول من علاء عباس، اللاعب المتميز علاء عباس هو اللي تفوق في الكرة هذه بالراس. شوف التموقع بتاعه، راح تموقع في المكان اللازم ليستقبل هذه الكرة ويحطها بسهولة. أما الهدف الثالث أمام الوسط. القليل من الزوراء كالكثير من كل شيء لعشاقه. شوف التسديدة في الشباك، وأجمل من التسديدة العزف الجماعي، لقطة جميلة قال فيها الزوراء عندما يكون ركل الكرة ونقل الكرات معزوفة جماعية. تحية الجماعة بنانس.